فعلى مسؤولي شركة ريسما أن يستيقظوا من سباتهم، وعلى الإدارة المعنية أن تتحمل ما يجري وما سيجري في الأيام المقبلة. فالرسائل كانت واضحة المعالم، دقيقة جدا، بكل مسؤولية وبكلمات قوية جدا تثبت بأن هؤلاء العمال والعاملات كانوا ولا زالوا من أكثر عمال حرفية ومهارة عالية في جعل مؤسسة سوفيتيل دائما في منصات التتويج ومنصات الأكثر فعالية من خلال الخدمات المقدمة والالتزامات التي يمتاز بها هؤلاء العمال والعاملات من حرفية عالية جدا في فن الاستقبال وتقديم أجود الخدمات. لكن للأسف شركة ريسما تتنكر لكل هذه المجهودات وتماطل في إجهاز واضح وفي خرق سافر للقانون وعدم العمل بالتوجيهات التي منحت من أجل الحفاظ على مناصب الشغل في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم وتعيشها بلادنا خاصة. فالأساس هو الحفاظ على مناصب الشغل وعدم اتساع أو توسيع رقعة البطالة ونسبها وتفشيها. فالاقتصاد الوطني ينبغي منا أن نساهم كل من موقعه كأجراء وكهيئات نقابية وحقوقية وكمؤسسات ذات استثمارات مالية كبيرة جدا. علينا أن نصطف وأن نقف وقفة رجل واحد في جعل البلاد تتنفس، وأن لا نزيد من تأزيم الوضع أكثر مما هو عليه. فهذه الشركة أبت إلا أن تتخذ مسارا غير مشرف في التعامل مع قضية هؤلاء العمال والعاملات من خلال إرسالهم إلى الشارع، فهذا في حد ذاته عدم التزام وتنكر وضرب لكل التعهدات والاتفاقيات الموقعة. فهؤلاء العمال هم من خيرة الكفاءات والرأسمال البشري الذي تمتلكه الشركة، لكن للأسف أبت وفضلت أن تجهز على الحقوق باستغلال للظرفية الوبائية وللظرفية الاقتصادية التي نعيشها. فهناك مجموعة من الاستثمارات الشركة يمكن أن تأخذ هؤلاء العمال وأن تحافظ على مناصبهم باعتبارها من بين أقوى الشركات المسيرة للقطاع السياحي والفندقي داخل البلاد، لكن للأسف هناك عدم الجدية وعدم المسؤولية. فالرسالة السابقة كانت وهو رسالة مطالبة لشركة ومسؤولي ريسما بأن يستفيقوا من هذا السبات العميق وأن يتحلوا بروح المسؤولية وروح المواطنة التي تقتضي منا التعامل بحكمة والتعامل ببعد نظر في إنهاء المأساة وعدم تأزيم الأوضاع أكثر مما تستحق. فتحية نضالية لهؤلاء العمال والعاملات. نحن هنا سنظل دائما نطالب بهذه الحقوق الشرعية والتي لن يثنينا عنها أي أحد. للأسف زهاء الشهرين لم تحل هذه القضية ولم نلمس جدية من هؤلاء المسؤولين، مسؤولي شركة ريسما ومدرائها، في العمل على إنهاء هذه المحنة وتجاوزها. بل على العكس من ذلك يتم الإجهاز على مجموعة من الحقوق ويتم هضمها. فنحن هنا نرسل رسائلنا بشكل واضح ومستميت لأننا سنظل نناضل
بشكل دائم متواصل حتى نحصل على الحقوق القانونية الشرعية والمشروعة. وتحية نضالية لكل الإخوة والأخوات.